كجامعة وطنية لعموم الطاقة. الموقف ديالنا من القانون 83/21 متعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات كان واضح. احنا كموقف ديال الجامعة ديالنا يعني كان دائما يعني رافض وضد خصوصة القطاع استراتيجي حيوي مثل مكتب وطن الكهرباء، على اعتبار اننا كنعتبروا على اساس ان الطاقة هي امن طاقي للمملكة المغربية، دونك قطاع استراتيجي اللي كنعتبروا على انه في اطار يعني واحد الدولة اللي ضاربة في التاريخ، يعني عندها استمرارية 12 قرن، لا يمكن باش اننا نجيو ونخصوا قطاع حيوي كالكهرباء اللي عنده علاقة يعني بالاستمرارية في عدة يعني مجالات مصيرية في البلاد. هذا من جهة. من جهة أخرى التعاطي ديالنا بطبيعة الحال كجامعة وطنية لعموم الطاقة حسب يعني المسؤولية ديالنا كجامعة تجاه المستخدمين والعمال إلى غير ذلك، كانت عندنا نقطتين اللي هما خطوط حمراء يعني ما يمكنش أننا نتنازلوا عليها. الأول المتمثل في الحقوق والمكتسبات التاريخية للكهربائيين، مرورا بالنظام الاساسي الى الاعمال الاجتماعيه الى كل الصناديق يعني الداخليه لمكتب وطن الكهرباء، والاهم من ذلك بطبيعه الحال كما كتعرفوا هذا التفويت سيجهز على مؤسسه عموميه عريقه، ولذلك نركز على ما يسمى بالموازنه الماليه للمكتب الوطني للكهرباء، على اعتبار ان الباقون في المكتب لا يمكن ان يتم ضمان حقوق المكتسب التاريخيه لهم الجنود الامن الطاقي وكذلك الراعي الاول اللي هم الان متقاعدين الا بالحفاظ على موازنه الماليه للمؤسسه وكذلك حتى للدوله المغربيه. اذا لم تنجح في هذا المشروع فستكون عليها سيكون الرجوع لمكتب وطن الكهرباء امر ضروري، ولذلك فيجب ان تكون حاضره من اجل انها تنهي هذه المؤسسه او تختل الموازنه الماليه ديالها. هذا يعني كل ما كان. كذلك كانت في مجلس المستشارين كانت معركه تشريعيه للجامعه الوطنيه لعموم الطاقه، يعني شاركت ودلات بالدلو ديالها، عطات التوضيحات ديالها، دارت قراءه نقديه ديالها تبتدئ مخالفه القانون الدستور المملكه المغربيه في البنود ديالو، داكشي اللي كان واضح حطيناه يعني عبر الفريق نتاع الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين كجامعه. كذلك قمنا يعني بتوضيح المخاطر ديال هذا القانون هذا والضرب ديال هذا المرفق امام المؤسسه التشريعيه سواء في الحقوق المكتسبه للدوله او المواطنين او الاغيار، وهذا هو الموقف يعني بصفه عامه. هادشي اللي كاين.